بعض الناس إذا نهيته عن معصية عن مظهر سيء يقول لك لا التقوى ها هنا، إذا قلت له صل قال التقوى ها هنا، تقوى ها هنا، لو ها هنا تقوى ظهر لها أثر على العمل وعلى الجوارح وعلى، أما يقول التقوى ها هنا ولا يظهر عليه ويضيع الواجبات ويرتكب المحرمات هذا كذاب ليس في قلبه تقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. يعظم يعني إذا كان في قلبه تقوى يعظم حرمات الله فيؤدي الواجبات ويترك المحرمات، لأن هذا من تعظيم حرمات الله. فإذا كان لا يعظم حرمات الله هذا دليل على أنه ليس في قلبه تقوى.